ذلك مشاهدينا ناخذكم إلى الوقفة القادمة مع ندوة علمية بعنوان عمان في الوثائق والتاريخ البرتغالي في التاريخ العماني. مؤخرا ارتبطت كثيرا العلاقات العمانية البرتغالية وارتبط اسم عمان بالبرتغال كثيرا. النادي الثقافي ضمن أجندة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية نظم هذه الندوة اللي كانت قبل قليل واشتملت على ثلاث محاور متعلقة بموضوع هذه الندوة: عمان في الوثائق والمخطوطات البرتغالية، ومظاهر الصراع والتنافس العسكري بين عمان والبرتغال في القرن السابع عشر، إضافة إلى طبع الأنشطة الاقتصادية ومظاهر الحياة الاجتماعية في عمان في فترة الوجود البرتغالي. نقترب أكثر من موضوع هذه الندوة بالتحديد من محورها الثاني من خلال وجود الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، وهو عضو مجلس الإدارة بالنادي الثقافي. دكتور إبراهيم مساء الخير وحياك الله معنا في برنامج من عمان. مساء الخير أخ راشد، وفرصة طيبة طبعا أن يعني نسلط بعض الضوء عن هذه الندوة. حياك الله يا دكتور. دكتور، بدأ نريد الحديث عن أهمية تنظيم هذه الندوة إجمالا من خلال محاورها الثلاثة، لماذا اخترتم هذا الموضوع عمان في الوثائق والتاريخ البرتغالي؟ نعم طبعا النادي الثقافي في إطار الحراك الثقافي يعني برنامجه السنوي، وتزامنا مع أيضا نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015، طبعا ارتأى أن يقيم سلسلة من الأنشطة الثقافية. وطبعا العلاقة العمانية أو العلاقات العمانية البرتغالية تعتبر من العلاقات المتفردة، على اعتبار أن البرتغاليين يعني من أوائل الشعوب الأوروبية التي وصلت إلى هذه المنطقة، وبالتالي كأول احتكاك أوروبي وأول نظام يعني ما يسمى بالعولمة حتى حدث في منطقة عمان والخليج العربي. نعم. طيب دكتور، ماذا عن مظاهر النشاط السياسي والتنافس العسكري بين عمان والبرتغال وبالتحديد في القرن السابع عشر؟ ما أبرز معالم هذه ومظاهر هذا النشاط وهذا الصراع؟ نعم، بدأ طبعا التنافس أو بدأ الصراع مبكرا منذ دخول البرتغاليين، لكن لأن البرتغاليين تفوقوا كثيرا في المجال البحري لم يتمكن العماني من مجارات هذا التفوق البرتغالي، لكن مع قيام دولة العاربة في القرن السابع عشر بدأ العمانيون يتطلعون إلى القيام بدور أفضل وأكبر، فاستطاعوا أن يعني يبنوا أساطيل قوية قادرة على منافسة الأساطيل البرتغالية في المحيط الهندي، وبالتالي تمكنوا أن يزيح البرتغاليين من معاقل مهمة في منطقة المحيط الهندي كشرق أفريقيا مثلا، وكذلك إقامة علاقات تجارية مع ملوك وأمراء الهند. نعم. طيب دكتور، الآن يعني هذه الوثائق وثقت لتاريخ غاية في الأهمية، ووجود عمان في هذه الوثائق والتاريخ البرتغالي، كيف من الممكن أن تشكل مصادر بحثية للباحثين للتعرف بشكل أكثر تفصيل حول هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ عمان؟ نعم طبعا الوثائق البرتغالية أو الكتابات البرتغالية مهمة لسبب يعني كبير، وهو أن في ظل غياب الكتابات المحلية تعتبر هي المصدر تقريبا الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه، ولو أنه طبعا الاعتماد عليه في ممكن 10 خطوط يأخذ، لأنه طبعا يعني نأخذها بحذر طبعا هذه الكتابات. فبالتالي في ظل غياب المصادر المحلية وغياب كتابات أخرى نجد أن الكتابات البرتغالية تقريبا قد ملأت هذا الفراغ، فممكن للباحث العماني أو غيره طبعا من مناطق مختلفة أنه يعني يستفيد من هذه الكتابات في الرسائل الجامعية مثلا دكتورة والماجستير والدكتورة. نعم. طيب دكتور محمد سلمان من مملكة البحرين، وهو يتناول موضوع مظاهر النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية في عمان إبان الوجود البرتغالي، ما هي المراجع التي اعتمد عليها، ثم كيف تبرز لنا دكتور من خلال هذا التواصل أهم معالم ومظاهر هذه الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ نعم دكتور سلمان طبعا بالرغم انه خريج جامعة هل في المملكة المتحدة، الا انه ذهب الى البرتغال والتقينا معه هناك في فترة دراستي، واستفدنا كثيرا من المراكز الارشيف البرتغالي، واستفاد هو ايضا من الوثائق البرتغالية، وبالتالي يعني معظم كتاباته مستقاة من المصادر البرتغالية. ممتاز، شكرا لك دكتور على تواصلك معنا، ونرجو لك بكل التوفيق ان شاء الله، وإن شاء الله نخرج يعني بهذه الندوة من خلال كتيب أو إصدار يرصد هذه الندوة ويوثق لهذه الندوة. شكرا لك الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، عضو مجلس الإدارة بالنادي الثقافي.